وعودة مشاهدينا إلى المؤتمر الذي عقده رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وتابعناه منذ قليل، وللمتابعة ينضم إلينا مباشرة من مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرز. كريم، ضعنا في تفاصيل المؤتمر، ويعني إذا ما لخصت لنا أهم الإجراءات الاقتصادية المتخذة خلال الفترة القادمة. نعم، تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. بالفعل هو مؤتمر هام جدا في هذه الظروف، خصوصا في ظل يعني هذه القرارات التي خرج بها مجلس الوزراء اليوم والتي تدعم المواطن بشكل مباشر. هذا الدعم يتنوع إما بدعم عن طريق الحماية الاجتماعية المختلفة للتيسير على المواطنين، خصوصا في ظل غلاء الأسعار الذي اجتاح العالم أجمع وأثر بشكل مباشر على الدولة المصرية والمواطنين المصريين. لذلك تحول جزء كبير من الموازنة لدعم المواطن المصري بشكل مباشر، حتى أن هناك بعض المشروعات وبعض الأفكار قد توقفت بالفعل أو تم تحويل مسارها ليتم دعمها للمواطن بشكل مباشر. هذه نقطة. النقطة الأخرى ضمن الحماية الاجتماعية وحماية أيضا حقوق المواطن هي دعم المزارع المصري. دعم المزارع المصري يتنوع في عدة مجالات، ربما الأهم فيها هو سعر إردب القمح. سعر إردب القمح الذي كان العام الماضي 880 جنيه، وكان هناك دائما الأزمة التي تتعلق بتسعير إردب القمح قبل حتى زراعة القمح أو لا، مما كان يعني يضع الخيفة في قلوب المزارعين قبل الزراعة. لذلك اتخذت الحكومة إجراءات مباشرة لطمأنة الفلاح المصري وإعطائه السعر المناسب له قبل حتى زراعة القمح وزراعة وتحصيل سعر هذا القمح. ولكن أيضا ضمن الدعم وهي زيادة سعر إردب القمح. أشكرك جزيلا كريم بيبرز مراسل التلفزيون المصري، كنت معنا على الهواء مباشرة من مقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة.